لا انت بتراجع المكتوب والمسموع على هذه القراءة؟ ايوه ان شاء الله. طب لو جالك شريط؟ شريط برضو نفس العملية، لازم يقرأ، القراءة تكون مظبوطة 100%. طب انا افهم ان العين هي اداتك للقراية. ايوه. الاذن هنا مولفة على صوت مين؟ هو بيبقى فيه مكتوب ده في نفس الوقت بيقرأ مسموع. فلازم الواحد ينتبه لدي ولدي. المهم هنا صعبة شوية في السمع، يعني ممكن الواحد يسمع الأول وبعدين يراجع النص. طب قول مع بعض، قول في حاجة، فيه عيوب في المصاحف دي كلها. ديت ايه دي؟ دي فتحة. الفتحة دي راحة فين؟ راحة على كم يعني؟ واخدة ثلاث حروف. يبقى مط الحركات من موضعها إلى ما يجاورها غلط، مرفوض. إذا مط الحركة. أيوة. أو الحركات من موضعها كسرة إلى ما يجاورها. عظيم. ده مرفوض لأنه بيشوه، بيعمل تشويش على كل البسملة كده. إيه تاني؟ طيب تزاحم الكلمات في السطر الواحد وعدم ترك مسافة مناسبة بين الكلمات المتجاورة مما يؤدي إلى الخلل في تهجية الكلمة. أيوة. المبالغة في تطويل الحركات وتقصيرها على حساب نظائرها. أيوة. زي دي بتبقى حاطط فتحة كبيرة. مظبوط. وضم يعني ما تنفعش دي خالص. مظبوط. نقطة التاء والياء، نقط التاء والياء بشكل بتبقى افقي، بتبقى بشكل افقي مش بشكل طولي كده. رأسي. ده العيب في المصاحف دي. عايز تقول حاجه يا مولانا؟ لا، عاوز اقول يعني ان بيرجع دور النشر، يعني المفروض يكون هناك واحد متخصص في مراجعه النص القراني عشان ما ياتي الى اللجنه. خدت بالك؟ يعني ياتي بصوره. هو انت ممكن ترفض مصحف؟ ممكن ترفض. الأمانة يعني ترفض لو في كثرة الأخطاء بتاعته وتراجع معاك. يستحيل إصلاح. أو يصعب إصلاح. أو يرجع تاني ويطبع من جديد مرة تانية. ليتم مراجعته على النحو الصحيح. مولانا، وأنت تقول في الأسواق وتقول في الحوانيت وفي الأماكن، يعني هل صادفت مصاحف صعبة قبولها لأنها غير مطابقة للمواصفات؟ والله في بتيجي كتير مصاحب، بس اقول لك بتيجي على لدون النشر نفسها. ممكن يعني الخطا ياتي، حتى ممكن صفحات تعد منه بيضه كده، بيضاء. طبعا انا بقول لك خطا، حتى احنا يعني ما بنلاحظ اخطاء وبنوديها لهم تاني. يعني ممكن خطا يرجع مره تانيه. عندي سؤال، يعني مولانا اتكلم عن اخطاء شائعه، ما الأخطاء الشائعة التي واجهت سيادتك أو قابلت مثلا سيادة؟ عندنا في صوت محمد. صوت محمد في بعض يعني دور النشر بيحط مثلا، يعني عندي يا أيها المؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. سمح حالي قرآنيا، تفضل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ده يعني بداية ربح. في بعض دول النشر بيحط بداية ربح الآية اللي قبلها، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بيحط هنا، وده خطأ طبعا. مفروض يعني الآن في بعض المصاحف إن واحد حط بداية ربح على إن الذين كفروا، والتاني حط في الموضوع الصحيح بدايته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عندي سؤال، هو أنت لما تسمع شريط تقدر تقول الراجل ده بيقرا صح ولا غلط؟ طبعا. من أول ما يقول عزب من الشيطان الرجيم. القراءة الصحيحة، يعني كما يعني أهم شيء فيها المخارج والصفات والوقوف. لسيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال إن معنى هذه الآية معرفة الإيه؟ الوقوف ومخارج الحروف وصفات الحروف. نسمع عن المد والغن و طبعا. ده بقى بيكون في الايه؟ في التجويد. في التجويد. انما ده مجرد بالراجع كلمات موافقه للرسم العثماني. انت رفضته في اللجنه هنا اصوات؟ ممكن ارفض اذا خالف الـ 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 الطريقه اللي هي بيقرا بها الاحكام. احنا عندنا اصوات حلوه. لا مش يعني الصوت ده مش هو كل شيء. اعمل لحضرتك انا مش ما عنديش انا الصوت، انا عندي الاحكام اهم شيء. هذا بحالك مثال، انت عارف حضرتك المتمرس من الاساتذه دول كلهم،
اما بيطلع الخطا قدامه في السمع زي الحادثه اللي طلعت فجاه كده يعني اختلس سنه مثلا الحكم ما جابش الماده مظبوط يتم ودنه اختلس الحكم اختلسه تقوم يحصل عنده كده زي فجوه صد كده تلاقي الذهن بتاعه انتبه مره واحده ده مش هو المظبوط انه ماشي مع ميزان مظبوط عارف الاحكام مين لما بتسمعه بتحس لا هو ده هو ده النموذج نعم الشيخ البهتيني الله هذا من كبار القراء اللي استمتع بقراءته وسيادتك والله انا عندي المرتلين فيهم حاجات اتفضل يعني عندي مثلا الشيخ الحسن رحمه الله بي عنده دقه في مخارج الحروف ده ممكن تراجع عليه يعني بقول لحضرتك في عندي مثلا الشيخ مصطفى اسماعيل له في الوقف والابتداء يعني ملحوظات جميله جدا ده برضو ناحيه وده ناحيه الشيخ المنشاوي مثلا عنده مثلا في الاداء بتاعه كده بيعمل استماله الشيخ رفعت جامع الجمال الجمال ده كله جامع كله جامع الجامع الكبير جامع الجمال ده وكلهم لهم افاضل مولانا